تشيع آخر وليس الأخير في مدينة باتت فيها الجنازات جزءا من يوميات الحرب المستمرة. هذه نعوش بعض قتلى ما تسميه المقاومة آخر ضحايا القصف العشوائي على الأحياء السكنية. تودع الأم وأبناؤها رب العائلة ببالغ الحسرة والقهر، فينكسر ضوء النهار في عينيها. سيكبر هذا الطفل دون أب، وستظل ذكرى رحيله باقية في قلبه وعقله، إذ لم يعد في داره وحيه ما يشير إلى الحياة أو قابلية الاستمرار فيها. ينهض الأهالي كل يوم محبطين ومقهورين، ولا شيء يضيء لهم صوابية الضفة التي يقفون عليها باستثناء المقاومة. أما انتظار الانتصار الدبلوماسي فلا أمل فيه، يقول الناس في هذه المدينة المحاصرة لأكثر من عام. في شهر مارس الماضي فقط رصد ائتلاف الإغاثة الإنسانية في المدينة مقتل 139 مدنيا وجرح 849 آخرين جراء عمليات القنص والقصف العشوائي. تصدر الأطفال الفئة الثانية في أعداد الضحايا، حيث وصل عدد ضحاياهم إلى 11 شهيدا و140 جريحا، بينما استشهدت 6 نساء. أما عدد المنازل التي تضررت بفعل القصف، يقول ائتلاف الإغاثة الإنسانية، فبلغت 66 منشئة ومنزلا ودور عبادة. كل شيء في تعز منقسم حول نصيبه من حصص الدمار والموت اليومي، وبذلك يعيشون تباينا في مقتنياتهم من الخوف والقلق والاكتئاب، حين تدون الحرب سيرتهم النفسية كمعتقلين في جوفها لأكثر من عام.